اوكي، نيجي لاخر درس هنا في الماشين ليرنينج بيزكس ويذ كيراس، اللي هو الهايبر باراميتر تونينج ويذ كيراس تونر. هذا حيسهل عليك كثير، بدل ما انت تعمل موديل كبير موديل صغير، وهنا تضيف فيه طبقه وهنا تضيف فيه نيورونز او شغله زي هيك، فانت ايش بتسوي؟ فممكن تستخدم التونر. تونر زي الجريد سيرش بالضبط، تمام؟ انت ممكن تعمل يعني تونينج للشغلتين، اللي هو الموديل هايبر باراميترز زي ايش مثلا؟ زي النمبر اند ويث اوف هيدن لايرز، عدد الهيدن لايرز وعدد النيورونز فيها. او مثلا الالجوريثم هايبر باراميتر، زي مثلا ايش؟ انه قديش الليرنينج ريت احطه، تمام؟ فالان هاي الامبورت العادي. ايش الامبورت الجديد عندنا؟ بس بدنا نعمل انستول الباكج اللي هو كيراس تونر، امبورت كيراس تونر از كي تي. طبعا الداتا سيت اللي احنا هنشتغل عليها الفاشن امنست، متعودين عليه، نعملها لود وعمل نورمالايز للبيكسلز، ديفاين الموديل، تمام؟ عمل دالة بتسوي الشغل هذا كله، بمرر لها الهايبر موديل، الموديل بتساوي كيراس سيكونشال وضاف لايرز، هذه ثابتة ما ينفعش انا اغير فيها، فبالتالي انه هذا عبارة عن فلاتن لاير 28 في 28. هنا ايش بده يلعب؟ بده يلعب في الهيدن يونتس اتش بي يونتس. ايش بتساوي؟ اتش بي اللي هو هذه مررها انت اليونتس، فبالتالي حيعمل لي رينج من فاليوز، الفاليوز هذه المينيموم فيها 32 والماكسيموم 512، وكل مره حيزود قديش؟ 32. يعني حجرب 32 64 128 516، ايش النمبر اوف نيورونز اللي بجيب لي اقل ايرور؟ فهو لوحده بروح بجرب لك هاي الشغلات، تمام؟ تمام. فبالتالي هنا بتروح بتضيف الطبقه هذه عباره عن دنس لاير، وبتقول له انه اليونتس بتساوي الاتش بي يونتس، اللي هي عباره عن لسته اوف البوسيبل فاليوز لعدد النيورونز. الشغله الثانيه اللي هو اللي انت بدك تعمل له اوبتمايزيشن، اللي هو الليرنينج ريت، فعرفته انه اتش بي تشويس ايش اسمه؟ ليرنينج ريت، زي ما هنا انت حطيته يونتس، هنا ليرنينج ريت، والفاليوز اديت له اياها في الليسته ثلاثة فاليوز، جرب لي ثلاثة ليرنينج ريتس، شوف لي ايش بيطلع معك، تمام؟ فهنا راح عرف، عمل كومبايل الموديل، عرف الاوبتمايزر الليرنينج ريت بتساوي الاتش بي ليرنينج ريت، الهايبر باراميتر ليرنينج ريت، بالاضافة ل اللوس والاكيورسي، وبرجع الموديل. بروح بعرف تونر كي تي كيراس تونر هايبر باند، الموديل بيلدر هذه عباره عن اسم الداله، تمام؟ بالاضافه ل الاوبجيكتيف، على ايش يطلع؟ بدي البارامترز اللي بتقلل لي بتزود لي الفاليديشن اكيورسي، تمام؟ الماكس اي بوكس 10، الفاكتور 3، و الدايركتوري اللي بده يشتغل عليه ماي دايركتوري، تمام؟ وهذا اسم البروجكت، تمام؟ هنا بس هذه عباره عن يوتيليتي فانكشن عشان تعمل لك كلير للديسبلاي عند التريننج اوتبوت، تمام؟ عملها اكستنشن من الكول باك، هذا عباره عن كول باك. فالان كيف بدنا نعمل؟ زي الجريد سيرش، هنا كان سيرش سيرش، هنا تونر ديت سيرش، ايش اديته؟ للتريننج الاكس والواي وعدد الاي بوكس والفاليديشن داتا، تمام؟ والكول باك اللي انا اعطيته اياه. وبعديها بعد ما اخلص بقول له جيب لي البيست باراميترز بس، تمام؟ هذه نتيجة الموضوع. فبالتالي
كود اقل وبيجرب لك عدة بوسبل فاليو، بتقول له جيب لي البيست باراميتر في الدولار. تمام؟